معاك فلوس بس مش عارف تستثمرها ازاي، خاصة بعد تحريك سعر الدولار. ناس كتير في حيرة، استثمار فلوسهم بين شهادات الادخار ولا تشتري ذهب، ويعتبر دول من أأمن الحلول وقت الأزمات. كمان بعد ما تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1000 جنيه، العقارات اللي بتعتبر من أهم أدوات الاستثمار أسعارها في العالي. يلا بينا نشوف الخبراء بينصحوا بإيه. المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال نصح بالاتجاه نحو العقارات، وقال كمان إن الذهب يعتبر احتياطي للزمن في أوقات الأزمات، وإن الذهب استثمار جيد في وقت يشعر فيه العالم بالقلق من التضخم، وبيوصي بتخصيص حصة أكبر من المحفظة الاستثمارية للذهب. بالإضافة الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع قال إن لو شخص عنده وفرة سيولة تزيد عن التزاماته الحياتية فلازم ينوع في استثماراته، وإن أفضل تنوع دلوقتي بيكون بين 3 اختيارات، وهما الجهاز المصرفي كأحد أدوات الاستثمار قليل المخاطرة واللي يضمن عائد دوري، والاختيار الثاني يكون الاستثمار في الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة في حالة الأزمات، وخاصة إن العالم في موجة ركود تضخمي غير معلوم مدتها الزمنية. أما الاختيار الثالث فهو الاستثمار في الأوراق المالية اللي هي البورصة، خاصة في أسهم السلع الاستهلاكية زي المواد الغذائية أو الأدوية أو الأسمدة، بالإضافة إلى أسهم الطاقة والدفع الإلكتروني كأحد أهم الأنشطة الحالية واللي بتتمتع بطلب متزايد بالرغم من حدوث ركود تضخمي. ونصح كمان بالابتعاد تماما عن العقارات بسبب تكاليف التمويل المرتفعة جدا، واللي بيدينا انذار بتراجع اسعاره او على الاقل العائد الاستثماري منه هيكون قليل بشكل كبير. واكد كمان على ضرورة الاحتفاظ بجزء نقدي، وان ده شيء مهم جدا لاستغلال فرص في اشكال استثمار كتير، وبالاخص في ظل الازمات العالمية اللي بنمر بيها حاليا. اما عن كلام دكتور سامح حلال العضو المنتدب بشركة الهلال السعودي لتداول الاوراق المالية قال انه من الضروري تنويع الاستثمارات مهما كان الوقت وتحت أي ظروف حتى تتجنب المخاطرة، ونصح بالتنوع في امتلاك الأصول المالية بين وثائق استثمار وأسهم، وهم أصحاب عائد متغير يصاحبه مخاطر، بالإضافة إلى الشهادات ادخار بدون مخاطر، وكده التنوع في محفظة الأوراق المالية تقدر تتجنب المخاطر المرتفعة. أما بالنسبة للذهب فهو ما يطلق عليه الملاذ الآمن، ولكن بيحتاج مبالغ مهولة، والمقصود باستثمار الذهب هو الاحتفاظ بالأنصة مش الذهب المباع في محلات الصاغة. وبالنسبة للعقارات فهي الآن في أسعار مرتفعة، والاحتفاظ بها حاليا مش هيجلب عائد إلا بعد مرور عقد من الزمن على الأقل.